بس هي شكلها غريب يعني مشعره. هنجرب نص الضفدع ده. هجرب انا. غريبه اول مره اسمع في حياتي. من اغرب الحاجات اللي انت ممكن تاكلها بالسيل. الفل عاملين اخبار؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد. الفيديو النهارده عباره عن ايه بقى؟ هنشوف الاكل الصيني اللي بيتعمل وهنجرب كام حاجه لان انا مش عارف اجرب كل حاجه لان اشكالنا غريبه حرفيا. فاحنا دلوقتي حاليا في شارع بيجين لو معكم كيرو لو انت تعرفيه. تنسى تعمل لايك سبسكرايب كومنت. يلا بينا نبتدي بقى. اول حاجات عندكم كل حاجه اخطبوط صح دايما بتقول كده. دي السناكس بتاعتهم. 手工秤串纯手工秘制的串串真材实料回味无穷。ايه ده؟ جارس قوي. هلو فيري جودا. يا فيري جودا جودا جودا. هنا بقى البط والفراخ. ده البط متقسم. جودا ده البط متقسم رقبه ولسان ورجل. في حد حذرني قال لي ما تاكلش اي حاجه محط عليها حاجه من فوق هتلاقي طعمها سيء جدا جدا جدا. هما بيحبوا الماتشا يا جدعان. انت هتلاقوا ماتشا وتشايف كل حاجه ماتشا وتشايف. بصوا هنا هنا متهيألي هنا حلويات. لام بيدوك بقى العلبه دي وبتفضل بقى تختار من الحاجات دي كلها. دي بخمسة ايوان وسبعة ايوان. اشكال غريبه. دي كيكه نعمل تيست ببلاش. انا مش عارف ايه ده. لازم التجربه لان حاجات مش في مصر فهنجرب. مش عارف في زحمه هناك. زحمه كبيره قوي. فاحنا هنروح نشوف الزحمه على ايه. اكيد حاجه مهمه جدا جدا حبيب قلب. بص الناس واقفه عليها. واقفه على ايه؟ حله كبيره قوي. الريحه وحشه قوي. يا دوتها قبل كده. طعمها ملفلف قوي جوه البق و مش عايز افتكر طعمها. بس هي دي الحاله اللي بنعمل فيها. الشارع اللي احنا ماشيين فيه ده كل الشارع بتاع اكل بقى. شبه تراكس كده حاجات صغيره جدا محلات صغيره. كل واحد يعمل اكل وكلهم سوا بعض. ده واحد مختلف. ده سي فود. سلامه جنات. ده كان حلو جدا. الاحجام غريبه. ده خنزير. هنا ايس كريم. حلويات. هنا نفس الكلام برضو اللي في اول الشارع. هو يعتبر ده مختلف شويه. ده مختلف جدا. هو يعتبر كلهم بيبيعوا نفس الحاجة بس مختلف الصفات او نفس الاشكال او ممكن مختلف الاسعار. انا صراحة مش هعرف كتير اوي بس كله بيبيع شبه بعض. طبق ب 28 يوان اي حاجة من دول وده ب 38 يوان. فزي ما قلت لكم في النصايح قبل كده لو انتوا بتحبوا الروائح الغريبة فتعالوا للسين لان الشارع ده كله ريحة غريبة حرفيا لان اكلهم برضو غريب مش هكدب عليك. هنا دي واحنا ماشيين دول بتوع قمار. محدش يجي يلعب فيها. مش عارف تدفع 20 يوان وتكسب 30. دول خسروا. دول يا عيني خسروا. وحد يراهن في القمار يا جدعان اهو. كلهم بيلعبوا كلهم بيلعبوا. دي كوكونات وتحط عليها بقى تشكيله. ايه ده بلبن ده ولا ايه؟ انا لقيت حاجه غريبه. بلبن. بلبن الصين. نفس كل حاجه. نفس الثلاجه مسروق. ايه ده عرفنا بلبن فكرته جايه منين؟ نلف برضو على حوار الاكل فلقينا معبد بوذا. يعني بوذا هندوس بيعبدوا حاجه يعني مش موجوده يعني. هي ثقافه مختلفه هنا عندنا. فتعالوا نخش نشوف ايه الدنيا اللي جوه. بس انا شايف حد تخين قوي يعني قاعد. اللي فهمته الفرق بين الاله عندهم ان في اله بشعر واله من غير شعر. فده تقريبا من غير شعر الاله ده. ايه ده اشكالهم غريبه قوي. ايه ده مخيفين قوي. مخيفين. ابوسي بيضحك ازاي؟ ايه ده؟ ما شاء الله. بص هناك شكلهم غريب قوي. هنا سقطت الزحمه عليه حتى برقم اهو.
154. ده حلويات. ده حلويات ديرت. نحط عليه حاجات كتير قوي. ده في عليه اجانب كمان يعني دول يعتبر اجانب. بس شوم غريب قوي. معاك الهنتينال؟ معاك سلاح؟ لا ما تجيبش ده واحد. احنا ممكن ندو ده. انت اكلت دي ولا دي؟ اكلت دي؟ احنا ممكن ندو دي وندو دي. This one and this one. يا مارك. مالك؟ أول تجربة أكل فلسطين. انا غريب اول مره اسمع حاجه دوتو حلو قبل كده هتلاقيه بيعض بس الدنيا حلوه يعني هو حلو عادي عادي بقى الحلويات بعد ما حدانا نجرب هاي نيهاو دي فراوله بالعسل على ما اعتقد وتفاح بالعسل جبنه يا يا وان وان فراوله بالعسل بعد ما شفنا كل الكلام ده وكلنا اخطبوط فعايزين نحل بقولنا ندو دي تحفه فراوله مش ناشفه طريه من جوه قوي تحفه هدوء ماركه قرفان من كل حاجه حلوه 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 وبعد ما خلصت اكل الشارع قلت اروح مطعم ناكل فيه كل الاكل الغريب ده هناك ولانك بتدفع مره واحده وبتاكل براحتك اوكي هيجي بقى واحد ويروح يصبب لك حاجه ويملاها تختاروا هنا بقى السلطه اللي انتوا عايزينها بقى ده توم ودي لحمه وهنا بقى الفاكهه بعد ما نخلص بقى حاجه هنجيب كابوريا هات هنا حط دي احنا نعمل كل طبق واحد افضل انا اخترت دول وبفكر اجيب ده بوضع واجربها وده طبق بصوا ده اول طبق ده ما بين عليك ارجع خالص ده ثاني طبق قول لله في واحد وقعت يقعدوا بقى يظبطوا لك الطبق لحمه وتحط لك في طبقك قول لله ثانك يو تشيتشي كل اول واحد شوف فيه مظبوط امتالي المطعم كله اصلا بيقدم لنا الاكل المطعم كله تاخد مثلا دي الكابوريا دي وحطها كده وتطلع لك كده مهرية حرفيا هاي فيري جودة الكابوريا عندنا صغيرة قوي هنا كبيرة قوي حط بقى الشوربة كده عشان تزيد عشان غليان بتحط تخلي كل حاجة هي بتعمل لك كل حاجة حرفيا حرفيا حط هنا الفطار بتاعك شوف بقى طعمها عامل زي مصر لا مصر ما بتكونش بالكوبري ده كله يعني كبيره قوي جود يا 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 احلى حاجه كلها دي والله وات ذيس نيم نيم باويو 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 هي باويو دي انا اول مره ادوقها في حياتي بس حلوه ايه بس انت يا مارك شبه الكافيار وايه ده برضو اللي هي كوكا شبه الجندوبلي الجندوبلي شبه الجندوبلي نفس السمك بتاعه بس هي شكلها غريب يعني مسعره بص الرجل دي ده كلام حد ده كله
حط ده حط ده حلو قوي. اول مره ادوق في حياتي الاخطبوط. حلو بس كل واحد وحظه. حلو قوي وليه طعم احلى حاجه دي والله. طعم كوريا لازم يقرمش حد انت بتقطع رجله دوبا جمبري اسيا اول شيء بس تعزي تحفه الجمبري ماسكه نفسها كده ومليانه كده ومنفذه حلوه كده. ايه ده اكسر البيضه. بص ده لونها غريب قوي. بص بيضه منها مش طبيعي. مارك بقى ياخد اللحمه بس تعمل كده كده صح كده. انت بتكلم عربي يس يس. دو وريني وشك للكاميرا. ها مارك بيدو اوب 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 بودا 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 حلوه. عارف بدر امريك عارف البدر العيون حاجه زي كده وهيك ما استواش يعني انت بتشوفه كده بتضمد في بقك. هنجرب البيت. اظرف اظرف وما ما 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 تستطعمش. طعم حلو حلو قوي. ما عمري ما كنت خليها في دي كده. هنجرب نص الضفدع ده. هجرب انا ومارك نص الضفدع ده. الضفدع بيتسلق. بقول لك ايه اتفرج عليه. نعم it can be finished. اوكي ودلوقتي هنجرب الضفدع. يا لعبي ورك الضفدع. حلوه طعم والله حلو. كذاب كذاب كذاب. قفلت الفيديو كم ايه خرا ولا احمد ايش عايز احمد. اوكي لحمه طبعا. عبد don't try this at home. لا ريفيور يا والله حلو. بعملها حلو. ارمي مال بتاع دي بس حلو. هي حلوه لكن مش كلها. قفلت الفيديو. هي مره بس حلو. حلوه يعني هي تتاكل مره هي تجربه بس عاديه. نجرب الايس كريم بتاعهم هو تقيل شويه. هما بيقولوا على حلو جوده. حلو قوي جوده. ده سويت اند ساور وقلت اجرب الحاجتين دول يعني ان شاء الله يطلع خير. اول حاجه هنجربها سويت اند ساور. هي عامله زي الزبادي. زبادي ودي اخر حاجه. انا مش عارف ايه دي بس كيف صعبه شويه بس مقبوله الحمد لله. ده كان يومنا. اتمنى الفيديو يعجبكم. ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب كومنت. سلام.